صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، هل يتكلم أهل الجنة ويسمعون كلاما غير السلام؟ نعم، يتكلمون ويتخاطبون، يتكلمون فيما بينهم ويتخاطبون فيما بينهم، ويسلم بعضهم على بعض. ما هم معناه أنهم مقصورون على السلام، يتخاطبون ويتكلمون. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في ذكر الله شيئا من كلام أهل الجنة، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فهم يتخاطبون، يكلم بعضهم بعضا ويتساءلون. نعم.